ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ظهر عبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في صورة بالزي المدني بعيدا عن البروتوكول الرسمي واللباس الأمني. الصورة نشرها سفيان البحري على حسابه الرسمي بموقع الإنستغرام رفقة تعليق جاء فيه: صورة اليوم للرجل الطيب الوطني المحب لوطنه وملكه السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني والمدير العام للأمن الوطني رفقة أخي وصديقي الجلالي بفندق سوفيتال بالرباط، تحيتي ومودتي. ونالت الصورة ألاف علامات الإعجاب والتعليقات المشيدة بمجهودات الحموشي الذي كان مرفوقا بأسرته في فندق سوفيتال بالعاصمة الرباط أول أمس الأحد. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.